مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في هذه الحصة الأولى من نوعها في هذا العام الجديد 2023، اللي نتمناه أنه يكون عام خير إن شاء الله على هذا الوطن. هو عام تحدي باعتبار أنه 22 يعني سنة 2022 كانت سنة إصلاحات، كانت ورشة كبيرة في الجزائر، وطبيعة الحال الورشة هذه ما زالت مستمرة، ولكن يبدو ونتوقع ونرجح أن بعض النتائج تبدأ تظهر في سنة 2023 مع استمرار العمل. إذن جنوب إفريقيا تستلم رئاسة مجموعة البريكس، والجزائر يعني أعلنت عن رغبتها ونيتها في الانضمام لهذه المجموعة. نحاولوا نناقشوا هذا الموضوع هذا في بداية، مش تستفيد الجزائر بالانضمام لهذه المجموعة، ما هي المزايا التي يمكن أن تعود على هذا الوطن، ما معنى الانضمام للبريكس، هل هي بمثابة تحول في موازين القوى العالمية، أم أن الجزائر تبحث على يعني شراكات جديدة، على استفادة جديدة، على يعني منافع جديدة. نذكر فقط أن روسيا مثلا التي عاشت تقريبا يعني في أزمة كبيرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبحت تصدر الحبوب يعني من قمح وشعير وغيره، يعني أصبحت دولة مصدرة، فضلا على يعني الصين والهند وجنوب إفريقيا اللي في القارة كذلك اللي قفزة نوعية. إذن هذا الجزء الأول راح نتكلم فيه. الجزء الثاني نتكلم عن التحديات التي تنتظر الجزائر سنة 2023، علما أنه رئيس الجمهورية وحتى الوزير الأول قالوا بأنه على الجزائريين أن يشمروا على سواعد الجد في هذه السنة. ضيفي في الأمسية راح يكون أستاذ حمزة بوغادي، هو مدير مؤسسة للدراسات الاقتصادية يعني MBDS ألجيريا. مرحبا بك أستاذ حمزة، مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. مرحبا بك، أهلين أخويا محمد وشكرا على الاستضافة، وعامك سعيد إن شاء الله. إن شاء الله، أمين يا رب العالمين. نحن متفائلوا خير، يعني متفائلين خير لهذه السنة هذه. إذن خلينا نبدأ من الجزء الأول، هو استلام جنوب إفريقيا لرئاسة البريكس. المشاهد الكريم يحاول يعرف هل عندنا إمكانية والقدرة للانضمام لهذه المجموعة، ماذا يمكن أن نستفيد من الانضمام لهذه المجموعة؟ أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني البريكس كمجموعة اقتصادية يعني وجدت نفسها في سياق معين، يعني تقريبا لما العالم بدأ في التكتل اقتصاديا ارتأت هذه الدول، يعني تقريبا الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب إفريقيا، يعني أنها تتعاون اقتصاديا وسياسيا أيضا حتى يعني تحافظ على نموها، تحافظ على هويتها، تحافظ على أو تعمل من يعني من نفسها، تعطي نفسها ثقل في الساحة السياسية أو في الساحة الاقتصادية الدولية. لأنه تقريبا لما الصين ابتدت في منذ السبعينات، الصين لما ابتدت يعني طموحها الاقتصادي أنها تصبح قوة اقتصادية عالمية، كان الإشكال الأكبر هو يعني ما مدى استجابتك أو ما مدى يعني مناعتك ضد يعني التأثير للقوى الاقتصادية الكبرى. لأنه القوى الاقتصادية آنذاك ما تخليكش الدول النامية أنها تصبح دول متقدمة، تخليها دائما تكون سوق، دائما لازم تكون تسيطر على الموارد والخيرات والثروات تاعها. لذلك يعني هات الدول يعني ارتأت انه في التكتل او في الاتحاد ما بينها تعطي لها هذا الثقل في مواجهة هذه التأثيرات الاقتصادية والسياسية، والنتائج اللي حققتها يعني نتائج جد مبهرة، وخلت تقريبا هذه الدول يعني الآن لما تتكلم عن البريكس راك تتكلم عن تقريبا 40% من الناتج المحلي العالمي. نعم. يعني الصين وحدها فقط 20% من الناتج المحلي، أكثر من 17 تريليون دولار يعني PEB في السنة، يعني هذا رقم مهول. نعم. نتكلم أيضا نعطي ممكن لمحة عن هذه البلدان. الصين مثلا يعني لو نحكموا يعني كل المواد الخام او تقريبا كثير من المواد، نلقاو انه 20% تاتي من الصين، 30% من الماده الفلانيه تاتي من الصين، 50% تسيطر عليها الصين.
طيب ولكن اسمح لي أستاذ حمزة، ربما المشاهد الكريم يعرف أن الصين الآن، أي مواطن جزائري يعرف أن الصين دولة متطورة متقدمة ودولة يعني بإمكانها أن تكون هي العالم يعني. نعم صحيح. ولكن ماذا عن الهند على جنوب أفريقيا؟ أنا جايك خويا محمد. ماذا مثلا البرازيل؟ راني جايك خويا محمد. بديت بالصين على لأنه هي يعني اللاعب الرئيسي في البريكس أو يعني القوى الاقتصادية الأولى في البريكس. من بعد نروح يعني نروح لروسيا. روسيا الآن أدخلت العالم في مرحلة جد صعبة، لأنه روسيا لم تعد روسيا زمان اللي كانت فقط يعني دولة ممكن ضعيفة اقتصاديا أو يعني معروفة فقط بالصناعة الحربية يعني في هذا المجال أو فقط في الغاز والنفط. روسيا الآن تستحوذ على الكثير أيضا من المدخلات الصناعية اللي تعتمد عليها كبريات الشركات. أنا أعطيك على سبيل المثال شركات الطيران كأيرباص أو كبوينغ أو شركات يعني الطيران العالمية، في مكوناتها تقريبا 50% من التيتانيوم على سبيل المثال يأتي من روسيا. روسيا لاعب رئيسي في المواد الخام تقريبا، وفي المواد أيضا الخام النادرة اللي تدخل كمدخلات في التكنولوجيا أو في الصناعات التكنولوجية تأتي من روسيا. نروح للغذاء، تقريبا روسيا هي سلة للغذاء العالمي في الحبوب بكل أنواعه تقريبا. والأزمة الغذاء حاليا من بين أثار هذا الحرب الروسية الأوكرانية أيضا. نروح أيضا للهند. الهند تقريبا يعني هي رابع قوة عسكرية في العالم، من بين أقوى 8 اقتصادات في العالم. الناتج المحلي يعادل يعني يفوق 10 تريليون دولار. السوق مليار نسمة. في التكنولوجيا أو في اللوجستيك أو في السوفتوير يعني في البرامج الحاسوب تقريبا هي الأولى في العالم. الصناعات الصيدلانية أو يعني الموليكيول أو المكونات اللي تدخل في الدواء تقريبا الهند يعني سيطرت عليها. الصناعات الغذائية أيضا تأتي من الهند، أو يعني الهند يعني تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنتاج. تروح يعني للبرازيل أيضا، هو قوة صناعة غذائية عالمية تقريبا في اللحوم، في المواد الغذائية، في الحبوب، في مشتقات الحبوب، في المشتقات الأخرى تقريبا أيضا قطب صناعي أو قوة أيضا في من بين 20 أكبر اقتصاد في العالم. جنوب إفريقيا أيضا هي أكبر اقتصاد في إفريقيا بناتج محلي يفوق 450 مليار دولار. أيضا لديها نسيج يعني من تكنولوجيا ونسيج يعني صناعي متقدم جدا متقدم، تقريبا تترأس القارة في الإفريقية في كثير من المجالات. طيب وش راح نحن نستفادوا كجزائريين في هذا المجال هذا؟ حاول أستاذ حمزات بس تعالي المواطن البسيط أكيد يعني أكيد يعرف تأثير هذا الانضمام هذا على حياته اليومية يعني على جيبه على المستوى المعيشي في الجزائر. أكيد يعني فيه أولا يعني فيه أمور تفضيلية أنك لما تنضم لمجموعة بريكس مثلا أو مجموعة اقتصادية، فيه أمور تفضيلية إذا كنت أنت تشتري يعني في علاقتك مع هذه الدول تكون عندك مزايا يعني. أكيد مزايا تفضيلية في يعني في التعريفات الجمركية راح تنقص إذا كنا احنا نعتمد على سبيل المثال. نعطيك مثال أنه الجزائر الآن أصبحت قطب صيدلاني في إفريقيا برقم أعمال يتجاوز 3 مليار دولار تقريبا الأولى في إفريقيا، ونعتمد على كثيرا على الخبرات التي تأتي من الهند في هذا المجال. تقريبا الصناعات الستوخ خاصة يعني الصناعات الصيدلانية تأتي من الهند. أيضا السوفتوير أو يعني اللوجيستيك تاع الاتصالات وتاع يعني الهياكل القاعدية تاع الاتصالات أيضا نعتمد تكنولوجيا يعني نعم نعتمد كثيرا على الهند يعني. إذا يعني هذا أولا يعني نعطيك الهند. النسيج الاقتصادي تاع الجزائر تقريبا يعتمد بشكل كبير على الماكينة الصينية، على المواد الأولية القادمة من الصين، الإنشاءات، البناء، الإسكان، البرامج السكنية بنسبة كبيرة أيضا الصين، هي الشركات الصينية هي من تنجز، هي من تساعد الجزائر في إطار يعني الشراكة أو الشراكة الشاملة ما بين الصين والجزائر. إذن هي تكملة أيضا. إذن المواطن يعني تقريبا في كل حياته سوف تحسن من يعني ظروفه من جودة حياته، ولكن حتى وإن يعني ممكن تأخذ سنتين 3 سنوات 5 سنوات، ولكن النتائج سوف تظهر في هذا في الجانب فقط يعني المزايا التفضيلية اللي حتى تأخذها الجزائر بغض النظر يعني عن
كل النقاط الإيجابية اللي ممكن أن نربحها. الآن الجزائر في مشروع اقتصادي، أنت عندك مشروع اقتصادي، الجزائر اختارت أنه الانفتاح الحذر. يعني ما معنى الانفتاح الحذر؟ يعني لأنه تقريبا الآن لو ننفتح بي 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 يعني بي نفتح الباب على مصراعيه للعالم ونحن لم نجهز بعد، خصوصا في منظومتنا المالية ويعني والتكوين في تقريبا في كل المجالات. يعني العالم تقريبا المعاملات أو المستوى المعاملات راه في مستوى جد جد كبير. من الممكن أنه يعني أنغاط يعني تجربة الانفتاح تاعنا على السوق الخارجي أو على العالم الخارجي، لكن الانفتاح الحذر راح يعطينا هذه المزايا أنه ننفتح على الخارج، ولكن بحذر. مع من؟ مع دول تربطها مع الجزائر كل يعني علاقات دبلوماسية وسياسية جد طيبة، لأنه هو تحصيل حاصل. تقريبا انضمام البريكس هو تحصيل حاصل. لو نشوف الشق السياسي كل الدول الخمس تربطها مع الجزائر، يعني علاقات سياسية جد طيبة ومتينة وفيها الكثير من الثبات، خصوصا لأنه الآن الثبات في العلاقات السياسية أو الدبلوماسية أمر جوهري في التكتلات. لأنه تشوف دولة اللي تربطك أنت علاقة معها 50 سنة 60 سنة فيها ثبات في المواقف في المبادئ في كل شيء، أنت عندك كل التحفيز أنك تفتح وتعطي الفرص الاستثمارات وتدفق عندك الاستثمارات وتستقبلها وتخلق مناصب شغل بالآلاف. يعني تقريبا الآن رانا نتكلم عن البريكس، مراناش نتكلم عن المنطقة العربية أو نتكلم عن الاتحاد الأوروبي اللي مستفدنا منه، العلاقة مع شراكة الاتحاد الأوروبي اللي مستفدنا منها يعني القليل. نتكلم عن البريكس بدليل أنه رئيس الجمهورية دعا إلى مراجعة أكيد الاتفاق. يعني أكيد الهياكل القاعدية، نحن نمشي للهياكل القاعدية، جسور من ميناء تقريبا ميناء الحمدانية على سبيل المثال، أو الجزء أو الطرق العابرة من شمال جنوب، أو يعني هذه الهياكل القاعدية الكبرى. عندنا بنك البريكس أو بنك المخصص للتنمية في البريكس، يعني لو كنت تشوف يعني الأرصدة اللي فيه يعني أرقام كبيرة جداً. أكيد الاستثمارات، أيضا الاستثمارات الأجنبية، لو نستقبل فقط يعني 1% من الاستثمارات الخارجية لمجموعة دول البريكس، الناتج المحلي في الجزائر في السنة المقبلة سيقفز ب 20-30%، يعني تقريبا. نعم طيب اسمح لي أستاذ حمزة، إذا كنت كرمت، يعني انضمام الجزائر للبريكس هل هذا يعني سيؤثر على العلاقة بين الجزائر ودول مثلا الغرب، يعني أوروبا عموما، تكلموا على فرنسا على إيطاليا، تكلموا على دول أوروبية كثيرة يعني تربطنا بهم علاقات طيبة وجيدة، هل يعني في السياسة الجزائرية، أنت قلت بأنه انضمام حذر انفتاح حذر، هل يعني هذا الانضمام أو هذا الانفتاح سيؤثر بالضرورة على العلاقات مع الغرب، على شراكاتنا، على غيرها؟ يعني أكيد، يعني شوف هنا في أخوي محمد، يعني في هذا البعد الجزائر كانت جد واضحة، خصوصا يعني رانا في هذا التوجه الجديد أو الفلسفة الجديدة اللي تبنتها الجزائر، اللي هي قاعدة رابح رابح. ما معناها قاعدة رابح رابح؟ تقريبا رئيس الجمهورية كررها في كل لقاءاته، دائما يصر على هذه الكلمة. هي فلسفة جديدة مبنية أنه تحترمني أحترمك، يعني بكل بساطة. الدول الأوروبية أو الدول الغربية، الجزائر الآن تقول أنها الجزائر عندها موثوقية في علاقتها والتزاماتها، خصوصا صحيح. في مجال الطاقة وعلى سبيل المثال، يعني بشهادة الأوروبيين نفسهم. كان دائما فيه أيضا لو نتكلم عن نسبة النزاعات التجارية للجزائر تكاد تكون منعدمة. الجزائر تحترم الاتفاقيات الدولية، تلتزم باشتراكاتها في الصناديق المختلفة، في الهيئات، في المنظمات، تقريبا يعني السمعة جد طيبة للجزائر. لذلك وأيضا سياستها الحذرة أو سياستها الحيادية في العالم كانت دائما يعني تنادي بعدم تدخل في شؤون الدول، احترام الغير. احترام الغير أكيد. إذن هذه الفلسفة أو هذا الإرث السياسي والدبلوماسي هو يعني تقريبا الباجاج يعني تاع الجزائر الآن حاليا، لأنها دارت خيار اقتصادي، عندها طموح اقتصادي أنها تبني اقتصادها خارج يعني قطاع المحروقات وخارج الطاقات الاستخراجية أو الصناعات الاستخراجية. اختارت دارت أنشوا يعني مع دول اللي ممكن أنها يعني تعطي لها الزيادة أو تعطي لها الإضافة في هذا الطموح الاقتصادي. التزاماتها مع الدول الأوروبية لم تتغير، ولكن
اصبح يعني الان باش تتعامل معايا تتعامل معايا ند بالند، تحترمني نحترمك. يعني شفنا يعني لما الغاز يعني سعر الغاز الجزائر طالبت باعاده يعني مراجعه اسعار الغاز، تم يعني تم في 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 يعني تم تلمت الامور بسلاسه وبطريقه يعني بهدوء لانه 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 الجزائر طالبت فقط بحقها. اعاده النظر في الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، ما هي يعني الجزائر لما تكلمت قالت انه لازم علينا نعاود اعاده النظر لانه الامور اللي وعدنا اللي وعدنا بها الاتحاد الاوروبي ما دارهاش. والملف راه اونكور يعني اكيد مازال اونكور لانه الامور واش وعدنا بهم الاتحاد الاوروبي واش وعدنا نهار تفهمنا يعني في 2005 تفهمنا انه انا ندير لك التعدي مونتالمونتاري طاريفير يعني نفك التعريفات الجمركيه وانت تسهل تنقل المعرفه والتكنولوجيا وترانسفير دو سافوار وتكنولوجي وتسهل حركه رؤوس الاموال والاستثمارات. هذا الشيء لم يحدث لهم لو ندير اعاده تقييم لانه لذلك يعني الجزائر اخذت بعين الاعتبار هذا الامر قال لازم ندير اعاده تقييم. وباش اسمح لي استاذ حمزه باش المشاهد يفهمنا لما تقول بانه درنا تفكيك جمركي باش يعني في الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي معنا الخزينه العموميه اكيد اكيد تحسب يعني تقريبا أموالها يعني. فيه في يعني رقم كبير خسرناه جراء هذه الاتفاقيه لانه كان هو في يعني في من الجانب الجزائري من ليست خساره وانما التزام. نعم. هي التزمت بطرفها في يعني في الشراكه ولكن الاخر او الدول الاتحاد الاوروبي لم يلتزموا في. طيب ولما لما الجزائر الان يعني تنضم الى مجموعه البريكس وفي نفس الوقت تراجع الاتفاق مع الاتحاد موقع الأوروبي. قوه نعم هذا يمنحها ايضا موقع قوه لاعاده لانه الان تقريبا الدول الاوروبيه وكثير من الدول اللي كان عندها نفوذ في الجزائر تعيد النظر لانه تشوف باللي انه الجزائر تغيرت والجزائر وتشوف نفسها فقدت هذيك المكانه تحاول انها تستدرك تحاول انها تقدم عروض افضل من العروض اللي راهي تستقبلها الجزائر. لذلك يعني هذا كل هذه النقاط احنا ناخذهم يعني بوزيتيف او من جانب نشوفوا الامور اللي تخرج علينا او اللي تساعدنا وتساعد يعني المواطنين تساعد الجزائر شعبا وحكومه واقتصادا ونمشيوا فيها. تقريبا هذا هو في الترانسفير التكنولوجي استاذ حمزه. هل يعني انضمامنا لمجموعه البريكس لانه دائما كان هذا قضيه نقل التكنولوجيا نعم محل إشكال مع الاتحاد الأوروبي ما نستفيد شيئا يعني قريبا. صحيح. هل راح يكون فيها ترانسفير تكنولوجي يعني؟ أكيد أكيد يعني شوف أنا نعطيك يعني ممكن مثال في تجربتنا في الميدان. إحنا شفنا صناعيين جزائريين لما يكون عنده شراكة ممكن مع أوروبيين يعني يتعب كثيرا لما يجيب الماكينة تاعه ليزانجينيور يعني المهندسين الاوروبيين يطالبوا بتكاليف اضافيه تكاليف النقل والايواء ويعني كاين دي بروغرام دو سوليسيون يعني اوبسولات يعني فوالا اكزاكت يعني يفوت وقت ما تطيح اون بان يعني يصرف فيها عطب مبرمج حتى تقعد دائما تدفع اوبسوليتيزم بروغرامي اكزاكت يعني ماشينات تخدم 5 سنين بالضبط. بالضبط هذا شفناه في الكثير يعني في كثير من المشاكل اللي حتى واش صرا انه السنوات الماضيه اصبح يعني كثير من هاد الصناعيين يتوجهوا للبدائل على سبيل المثال المصانع الصينيه الجاهزه او يعني خطوط الانتاج الصينيه. احنا شفنا انه مع الصينيين الامور مختلفه تماما يعني كثير الجزائري يسمح لك يبيع لك الالات يعني الخط الانتاج ويسمح لك انك تبعت له مهندسين جزائريين يتكونوا ويكونهم لك بالمجان يعني داخله في يعني في الكونترا في العقد يكونهم لك ويعاود يبعثهم لك ومن بعد تلقى الجزائريين اللي عندهم الات صينيه راهم جزائريين هما اللي مشادين يعني خطوط الانتاج. نعم. اشكرك استاذ حمزه نتلاقاو بعد الفاصل اذا كنت كرهت ولكن تكلموا على تحديات 2023 يعني انا قلت بانه 2022 كانت سنه اصلاحات هل ترى انه تحضير نعم فوالا ينبغي ان تتواصل هذه الاصلاحات ثم ماذا ينبغي ان نفعل لنحقق اهداف 23. اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش بقوا معنا فضلا وليس امامكم.